طيب كمان عايزين نرجع بقى مرة تانية للخبر الأبرز، خبر كرة اليد وهزيمة المنتخب المصري النهاردة من السويد، خروجه من الأربعة الكبار. بينضم لينا عبر الهاتف نجم منتخب مصر لكرة اليد كابتن شريف مؤمن. كابتن شريف، يعني مش عارف أقول لك هارد لك ولا أقول لك إيه؟ لا طبعا هارد لك طبعا، يعني للشعب المصري طبعا، لان كان املنا كبير جدا ان احنا نوصل طبعا سيمي فاينل، لكن قدر الله ما شاء فعل. يعني هو ده اللي حصل، اللي احنا حظنا ان احنا قابلنا منتخب السويد على ارضه. يعني اعتقد لو كنا قابلنا منتخب السويد في اي حته تانية كنا نقدر ان احنا نكسبه. كابتن شريف، انا كنت بقول يعني منظومه كره اليد في مصر هي يعني منظومه مختلفه، منظومه احترافيه. مش عايزين نتوقف شويه عن الماتش فنيا او تكتيكيا، انا بتكلم عن عايز اركز على منظومه كره اليد في مصر، ليه هي المنظومه الانجح تقريبا؟ يعني اكيد طبعا هي منظومه ناجحه، بدليل ان احنا طبعا محققين بطوله العالم للناشئين وثالث عالم للشباب. احنا يعتبر من افضل 6 منتخبات على مستوى العالم كرجال. الكلام ده مش راجع طبعا وليد مثلا سنه او سنتين، لا بالعكس، احنا ابتدينا الكلام دوت يمكن من سنه 91، وقعنا شويه في النص لان ما كان الاجيال كانت بتتغير، لكن رجعنا تاني بقوه. وبرده نفس الكلام، احنا بقالنا 3 بطولات عالم بنوصل للثمانيه الكبار، ودي تعتبر برده حاجه يعني ظاهره للناس. زائد ان طبعا ان اي حد بيدخل منظومه الاتحاد بيبقى عنده خلاص عنده خبرات كبيره جدا، بيقدر ان هو يضيف للمنظومه ديت خبراته كلاعب دولي، كاداري دولي، كان كل الكلام دوت ده بيفرق. والميزه طبعا في كره اليد انها زي ما بنقول كده لعبه مش فقط جماعيه، لا هي لعبه اسريه، تحس ان الاسره بتقعد تتجمع تتفرج على اللقاءات، حتى في التدريبات بتاعت الصغيرين تلاقي الاهالي كلها دايما متواجده في المباريات في ورا اولادهم. فاللعبه كلها في مصر تعتبر لعبه الحمد لله ناجحه. كابتن شريف، انا لاحظت حاجه في المنتخب المصري الحالي، ان متوسط الاعمار بتاعته مش كبير. ده انا ده حقيقي ولا لا؟ لا ده حقيقي فعلا، بدليل ان احنا بنشارك لعيبه مواليد 2002 مهاب اللي هو 2002، احنا كام تلاقي 20 سنه تقريبا، 21 سنه بالظبط. وزائد عندنا برضو حوالي 3 لعيبه مواليد 2000 دول محققين بطوله العالم للناشئين، زائد ان في برضو حوالي 3 لعيبه مواليد 98. يعني يعتبر احنا يعني بنتكلم لسه ان المنتخب ده ليه مستقبل. بالظبط، احنا متفوقين عالميا حتى في الايدج في الاعمار اللي هي الصغيره، ان احنا معدين منتخب للمستقبل، منتخب قوي. طب انا عايز اسال سؤال معلش يا كابتن شريف وصحح لي، يعني منتخب مثلا زي السويد، منتخب زي الدنمارك، الكبار تقريبا متوسط الاعمار في الفرق دي ايه؟ يعني انا اعتقد فوق ال 31 سنه. يعني منتخب الدنمارك منتخب يعني يعتبر ما فيهم ناس مواليد حوالي 87 88 كتير. احنا العمر دوت اقل من عندنا، بس هتلاقي فيه موجود كريم هنداوي والمصري واعتقد الجناح اليمين عندنا علي زين، عندنا بكار، عمر بكار، محمد سند، الجناح الشمال. طيب ده يعني اولا رقم واحد، شابوه لاداره اتحاد كره اليد في مصر، ان هي يعني احنا بنتكلم على منتخب متوسط الاعمار بتاعته 21 سنه، فده منتخب احنا بنتكلم فيه يعني المستقبل الواعد ليه بشكل كبير جدا. طيب احنا اول تجمع او اول بطوله للمنتخب هتكون ايه يا كابتن؟ يعني اكيد بص، هو كاس عالم دايما بيجي كل سنتين، فاحنا احنا هدفنا في قبل حاجه كاس العالم هيبقى في ان شاء الله بطوله افريقيا، هتبقى في يناير اللي جاي 23. احنا دلوقتي 23 مصر. 24 هيبقى بطوله افريقيا، وفي بعد كده اولمبياد طبعا هتبقى غالبا، ايوه هتبقى 24 المفروض لوس انجلوس اعتقد، لا في باريس،
في باريس بالظبط كده. طيب احنا بما ان الاتحاد الكره اتحاد كره اليد في مصر بينتهج فكر اللي هو التخطيط، ايه اللي احنا بنخطط ليه سواء في كاس الامم الافريقيه او الاولمبياد في باريس او كاس العالم؟ يعني احنا مش شايفين المنتخب ده فين في البطولات دي، وايه اللي ناقصنا علشان نوصل نبقى من ضمن، انا مش عايز اقول الاربعه الكبار، بس هيبقى يعني البطل او الوصيف. بالظبط، يعني التارجت بتاع الاتحاد، اي حد بيدخل المنظومه ديت التارجت بتاعه ان هو يحقق ميداليه. هو احنا نفسنا بجد كمنتخب رجال نحقق ميداليه. احنا لغايه دلوقتي ما حققناش ميداليه، يمكن رابع عالم هي ديت الانجاز بتاعنا. انا شايف طبعا دي حاجه كويسه جدا، لكن احنا نفسنا نحقق ميداليه سواء اولمبيه او ميداليه طبعا على مستوى بطوله العالم. فعشان تعمل الكلام دوت يعني مش بعيد، لازم يبقى فيه دايما احتكاكات للعيبه. احنا طلعنا عندنا 9 لعيبه محترفين في الدوري الاوروبي، فيعتبر احنا ماشيين في النهج الصح، وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي باذن الله. بشكرك شكرا جزيلا كابتن شريف مؤمن، نجم طبعا منتخب مصر لكره اليد ونجم الجيل الذهبي طبعا لكره اليد في مصر. بشكرك شكرا جزيلا.